هاي شيش برك جاهز، عم بتعقد ولا أحلى من هيك. العجينة ناجحة 100%، كل وحدة بوحدتها، ولا فرطت ولا وحدة. اللي حابب يعرف الطريقة يتابعنا بالفيديو، وأهلا وسهلا فيكم. مرحبا يا لذيذ، ممكن تشترك؟ باليز باليز باليز. مقادير عجينة الشيش برك اللي عملها: عندي 2 كوب معياري، تقريبا 400 غرام طحينة، ربع معلقة ملح، ومعلقة سكر، بخلطهم مع بعض. ما بحتاج اي نوع من انواع الخمائر، الخميرة ولا شي، لان هي عجينة بسيطة، بس عبارة عن طحين ومي، فاتر، ماء فاتر. هلا تقريبا بحتاج كوب ماء فاتر يكون ساخن شوي، بضيف بالتدريج. هلا هدول نص كوب، ما تضيفوا الماء كله دفعة واحدة، ضيفوه بالتدريج مشان تتشبع المي حاجتها، ما تاخد العجينة مي زيادة. هلا ضفت نص كوب انا، راح اضيف بالتدريج نص الكوب الثاني. هلا هيك تقريبا ميتها صارت منيحة، ما بتحتاج مي زيادة. تقريبا نصف كمية الطحين، أقل بشوي ماء، يعني احتجت تقريبا كوب أو ثلاثة أرباع كوب مي. منضل نعجن فيها لتبطل تلزق، ونتركها ترتاح شي نص ساعة. بتكون العجينة لا تكون رخوة كتير مثل عجينة المعروق، ولا تكون سميكة كتير مثل عجينة البيتزا، تكون عجينة شوي طرية. شوفوا كيف بلشت ما تلزق. هاي عجينة بسيطة، ما أنا معقدة مثل عجينة الحلويات أو المعجنات أو البيتزا، لا فيها زيت ولا فيها بيض ولا دهون. هلا رح خريها. هلا راح خليها غطيها ترتاح لشي 20 دقيقة، وبعدين بنكمل طريقة عجينة الشيش برك، ولا أسهل من هيك. هلا هذا الفيديو أنا مصوره قبل رمضان، وهي القهوة أحلى قهوة للرواق قبل ما نعمل الشيش برك. وصحتين وهنا على قلبي ولكم. هلا تقريبا العجينة صارت جاهزة، نجيب منخل، ندخل الطحين، العجينة، نبدأ نجيب العجينة ونقلبها، ولا أسهل من هيك. عجينة سهلة جدا، لا بتعذب ولا بتحتاج مجهود. ندعكها شوي دعكة خفيفة للعجينة عشان ما تلزق بإيدينا. ونمدها للعجينة.
هلا مديناها العجينة تطلع هيك مثل رغيف الخبز الكبير. هلا صار وقت نقطعها، من مدة مدة تانية، يعني هذا العجين بزم مع بعضه بزم. هلا العجينة جاهزة لتقطيعها، بتجيبوا قطاعة خصوصي بحجم الفنجان، قطاعة الحلويات، أو إذا ما عندكم فنجان قهوة صغير بتقطعوها بهالمقدار. هلا بنقطع العجينة، هلا ضل علينا نحشيها باللحمة. أنا قليت حوالي 400 غرام لحمة عجل ناعمه مع بصلة. في ناس بتحط لها صنوبر، في ناس ما بتحط لها صنوبر، نحن هلا نعملها بدون صنوبر. 400 غرام لحمة مقلية مع شوية بهارات وبصل. هلا بدنا نحشي فيها هدول، نفرجيكم طريقة عمل طربيش الشيش برك. هلا نجيب أول طربوش، نفرجيكم الطريقة كيف تعملوها بكل سهولة. نمسكها هيك ونحط في قلبها، هي ما بتاكل لحمة كتير، نحط في قلبها شوية لحمة. نسكر عليها بهالطريقة مثل ما بتسكروا على القطايف. وهلا بنلفها هاللفة هي، بنشدها بنلفها، صارت مثل الطربوش، شايفين ما احلاها؟ ولا اسهل من هيك. لازم يكون تبعها، لازم يكون الحجم تبعها لا يتعدى هالمقدار متر راس الاصبع، لاني هلا هي على السلق بتفلوش. نجيب الصينية بنحط لها الطحين ونحط الطربوش بقلبه، نصفهم كلهم بهالطريقة. راح نرجع نعيد وحدة قدامكم. مسكر عليها مثل ما بتسكروا على القطايف او على البرك بهالطريقة هاي. بعدين بنشدها هالشدة هاي، بنعمل منها طربوش، ولا احلى من هيك. راح اعيد وحدة قدامكم، مسكر عليها منيح مشان ما تفتح بالسلق. بعدين بنشدها هالشدة هاي ونلفها. صارت مثل الطربوش. هلا هي العجينة كلها صارت جاهزة. شو كان اسم الأكلة؟ يخرب بيتك. هلا هي عجينة الشيش برك صارت جاهزة، رشينا لها شوية طحين على الوش، عملناهم حجم صغير مشان لما تحطوها بالمي تسلقوها مع اللبن أو بالمي ما تفلش تكبر، لأن إذا كانت أكبر من هيك بعدين تفلش بتصير قد السمبوسك. هذا الحجم المناسب، حجم الطرابيش الصغير، قد ما كبرت بضل حجمه مناسب. هلا في طريقتين، إما بتسلقوها بمي حارة لوحدها وبعدين بتحطوها فوق اللبن، أو في ناس بيحطوها فوق اللبن مباشرة، بس أنا بفضل الطريقة الأولى اللي هي بس انسلقت وغلي اللبن، بس يغلي اللبن يزبط يكون جاهز منطب فوقه الشيش برك المسلوق. هاي الطريقة السليمة والأفضل. بنشوف معن المرحلة الثانية. أول شيء بنعمله نزل 2 كيلو لبن على البارد. هلا بفتح تحتهم النار على الخفيف وبفقي فوقهم 2 بيضة بيضتين على البارد، بخلطهم وبفقسهم فوق اللبن. هلا في ناس بتعمله بالنشا، الأطيب والأفضل مع البيض. هلا بنحركهم، نفتح النار تحتهم ونحركهم. هذا اللبن يحتاج على طول تضلوا تحركوا فيه. لبنية الشيش برك
واللبنية لازم على طول تحركوها، لا توقفوا عن التحريك. هلا ابرش لها حوالي نص معلقة ملح، نحرك نخفق باستمرار مشان ينخلط البيض مع اللبن، ونضل نحرك لوقت ما يغلي اللبن، ونطب فوقه الشيش براك، عجينة الشيش براك اللي بدنا نسلقها هلا. هلا اثناء ما عم بعمل اللبن بنسلق الشيش براك بمي سخنة لوحدها، مي غالية، بجيب الشيش براك وبحطه بقلب المي السخنة دغري، نحركهم الشيش براكات مشان ما يلزقوا مع بعضهم. خلي حدا يساعدكم يحرك اللبن، وانتو اشتغلوا بالشيش براك بنفس الوقت. هلا اثناء ما بسلق عجينة الشيش براك، اللبن صار تقريبا جاهز رائع. شوفوا ما احلى اللبن، ما انه فارط تحفة ولا احلى من هيك. اهم شيء الاستمرار بالتحريك مشان ما يفقس معكم اللبن. شايفين اللبن احلى روعة صار. هلا مباشرة بدي صفي الشيش براك الطنجرة اللي جنبه وقلبهم فوقها. دقت وحدة استلقت مزبوطة، صارت مسلوقة منيح، ونصفيها من المي الزايدة، نقلبها فوق اللبن ونحرك. شايفين احلاهم كل وحدة بوحدتها، حجمهم صغير ما كبروا لاني نحن عملناهم اساسا بحجم صغير بالحجم المزبوط. صفوه منيح من المي. ضل علينا اخر شيء تقلاية الكوية، كوية التوم مع الكزبرة والسمنة، هاي نعملها بالمقلاي ونقلبها فوق الطنجرة، ونخلي شوي نقلبهم فوق كل صحن بصحنه. هلا الشيش براك قلبناه هون فوق اللبن، تحريك خفيف هيك على نار واطية، نار متوسطة، ومنقلي فوقها تقلاية السمنة والثوم. هلا بنقلي السمنة مع الثوم، كوية السمنة. هلا بحط تقريبا معلقة صغيرة من الكزبرة، كزبرة يابسة. هلا الثوم والكزبرة استوى جاهز، بدنا نقلبه فوق الطنجرة، فوق طنجرة الشاكرية. الشاكرية فوق طنجرة الشيش براك ولا أسهل من هيك. هلا نقلب تقلاية الكوية، حركهم تحريكة خفيفة. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing, bing, bing. You press a button. Bing, bing. Press a button. Bing, bing. هاي شيش براك جاهز ولا أروع من هيك. صحتين وهنا على قلبي وقلكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. يعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة. إلى اللقاء.